أكثر من 33% من الفرنسيين صوتوا لليمين المتطرف بالدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، بس بعده ممكن منح حصول المتطرفين على الأغلبية وإعاقة وصولهم للحكم. ربح اليمين المتطرف ثلث الأصوات، بالمقابل حصدت الجبهة الشعبية اليسارية 28% ومعسكر ماكرون 21% تقريبا، بدورة أولى شهدت نسبة مشاركة قياسية ب 65% لأول مرة من 1981. ومن خلاصات نتائج الدورة الأولى، صارت مارين لوبان والتجمع الوطني المتطرف أقرب لتولي السلطة لأول مرة بتاريخ الجمهورية الخامسة من بعد حكومة فيشي والاحتلال النازي لفرنسا. Les réformes dont le pays a besoin, il nous faut une majorité absolue pour que Jordan Bardella soit dans 8 jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Marine, regarde-nous, on est beau, on vient des quatre coins du monde, mais pourtant on est trop. انهزم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وعسكره بالانتخابات وما عنده الا التقرب من الجبهه الشعبيه اليساريه لتفادي وصول التطرف للحكم. Empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue au second tour. De dominer l'Assemblée nationale et donc de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien. سارعت قيادات الجبهة الشعبية لإعلان الخط الأحمر بحصول لوبان وحزبه على أغلبية الأصوات بالدورة الثانية. Nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter et c'est pourquoi dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature. كيف رح يواجه اليسار وماكرون مارين لوبان؟ بكل دائرة رح يسحب كل واحد منهم مرشحينه يلي احتلوا المرتبة الثالثة، لتكون المعركة وحدة وليكون في مرشح واحد بوجه مرشحين اليمين المتطرف. صعود اليمين المتطرف خلاصة ثابتة بنتائج الدورة الأولى، بس بالدورة الثانية من جديد رح تكون سياسة السد والصد للوقوف بوجهه ومنعه من حكم فرنسا. بس بتبقى الحقيقة المرة إنه مهما كانت النتائج الأحد الجاي، صار اليمين المتطرف الحزب الأول بفرنسا، وهاي الحقيقة ما رح تغيرها النتائج الجاية.